السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب؟ إن شاء الله بخير، وياكم علي العراقي. اليوم راح أسوي مال تجربة أسلحة فئة المهندس صابر، ده صابر هذا. خلينا نجرب. يعني أول سلاح تعرفوه طبعاً نفس السلاح مال صاد المكافآت، اللي هو نفس السلاح الأول بتوجيه الحراري الموجه. السلاح الأول نفسه. راح أسوي سلسلة على الأسلحة مال صابر كلها، طبعاً كلها قويات، بس راح أسوي عليها سلسلة ويا الشباب. راح أجر السلاح الثاني، هذا هو الـ MESN. خلنا نشوفه. طبعاً ما فاتحين، بس راح أجرهم بالغبار مثل ما قلت قبل بالتحديث، إنه تقدر تأجر الأسلحة. خلنا نشوف، مثلاً هأخذ هذا اللون حلو. أو لا صدق، إذا أجره يفتح الألوان كلها لو ها مقفولة. عبالي يلا تطوير. كذلك التطوير، جيب هذا النشان حلو، انا يعجبني هذا مال بيتل فيلد، دائما اقول عليه زين. خلاه هذا مال حروق، تطوير بعد شارجور شيد. صراحه ما مجرب هذا السلاح ابد، بس حبيت اجربه قدامكم وياكم. هنا تشوفون انه درع فالكان اللي هو هذا مال صابر، طبعا مو كامل عندي للاسف، بس الخوذه بس صار رهبته صار يشبه، هو هذا الدرع كامل. المهم شوية كتغيير، يعني تغيير باللون مالته. راح اسوي يا الشباب هنا مجموعة، خل اسوي لهم انشي. راح ناخذ يا مكان هذا المكان وهذا المكان. لو بتجي نلعب طور معركة الفريق، بالجماعة وياي. اوكي نبدأ. خل اضبط الصوت. يلا بدأنا. هذا عندنا السلاح، هذا نيشان بي زين، عبالي ما بي نيشان نسيت. طلقات السحب مالتي. اوكي مطلوب هذا السلاح. السلاح الثاني الـ MES قلنا ان موت تموت الذيب. لا لا صفنة اللعبة عندي. لا 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 صفنة اللعبة. اشنو صفنة اللعبة، ترى ما يصير. لا انقطع الاتصال. اي غيرت الخارطة طبعا، لان لعبنا بالخارطة مال تحويل فصلت، شباب قالوا بيها لاق، فغيرت بهاي الخارطة المواقع. إذن جيب لي تجربة سلاح المهندس الثاني الـ MESN. أوكي بدينا. طبعا هذا الجيم، طبعا لعبنا جيم قبل هذا فصل، وشباب قالوا سلاح فاشل من شراء. طبعا بعد جرافيك يمي لعب النفس، التحديث الأخير دمر اللعبة. أوكي خلنا نشوف من هنا. يلا مجدي خل نروح. طبعا هذا هو السلاح الثاني، يشبه السلاح مال الذيب. بالله وقت خابرني هذا محمد، خابرني بالله هذا وقت يخابرني نص المعركة ويا الذيب. لا جان اتصال حرامات ولغيته. اتمنى ما انقطع برنامج التصوير. نكال على اللو. لا يبدو أنا سوف نخسر بالسلاح ولا بالإيد ولا بالسكين، بس لا أعرف شنو السالفة. بابا علاق مدى يموتون ويوقفون، بس شو تسوي؟ مضطر كل ما أصور صار عندي لاق. هذا علاوي تعال، ما هذا شلون صدته بالقوة؟ والله بالقوة لازم. طبعا ما اقول لكم السلاح فاشل، لا تجربوه ولا تستخدموه ولا الذيب جيبه بالراس شد افلت. سلاح بس منظر للاسف. لك هذا نوبي من دا يستخدم قنابل. لا ليش هيك علاوي؟ طبعا احنا متقدمين، احنا اتفقنا انه بنلعب على اساس رشاشات بس ما صارت. ما عجبهم السلاح. جوي يلا 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 روخ 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 قتلته جيبي.
هلاو جيمر، هلاو جيمر نوبي، هاك هاي العاد. كتله كتله مجدي زين، راح يجي منا راح يجي منا، حيجي النوبي. اجي اجي صاد صاد الذيب، هذا الذيب نكلاش. انا على جيمر منا، بس متقدمين حاليا، متقدمين. دير بالك مجدي، كتير مجدي عافية عليك. رجل آل مال علاوي، مو لو هذاك مالتي مالتي علاوي ما عنده. طبعا سلاح تعبان، كلش تعبان مال مهندس، يعني ما اعرف شو اقول لكم عليه، سلاح فاشل. اعتقد السلاح الثالث قوي، شفته جماعة هنا فوق. لك صادنهم مجدي واحدة، لك مجدي واحدة. علاوي علاوي حمودي، لا افتر عظيم، لك افتر عظيم، جيبه جيبه جيبه. لا حرامات، وين هنا؟ اي حمودي 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 حمودي. أوه حمودي سريع، الذيب مالته سريع. يلا طبعا لاق لاق، ده يصير عندي لاق خفيف مو قوي، بس هي تشوفون يمي الجرافيك مو قوي، مو مثل قبل. هذا وينه؟ هذا وينه؟ والله ما ادري اشوف. طبعا مجدي، ما اقول لكم مجدي مبدع باللعبه. روح هذا علاوي، تعال 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 تعال. لا بطيء بطيء حركتي علاوي. لك وين وين وين؟ ها شنو؟ اللي شوفوني اللاجن عندي فشي خارق خراب. ما كان هيجي، ما كان هيجي، والله ما كان هيجي عندي بالتحديث القديم. دموت مات السلاح، بس شكل شمرهم رجلالي هنا. طبعا اكو واحد هنا، لو جوا هذا جوا حيجي منا. لك يا علاوي والذيب، مشكلتي بس ويا الذيب. الذيب شوي طاقته قوية، يمكن 125 او 140 او 120% تقريبا. يلا الاخير الان كتله علاوي، موت موت. ما اعرف مات لو لا، انا صرت الاول. طبعا كان مجدي الاول بس قدرت اخذها. تعادلنا انا ومجدي، صراحة جيم حلو يا شباب، فشي خارق الجيم. مجدي هم شال السلاح، يمكن اخذ سلاحي واستخدمه او اجره، ما اعرف، يمكن استخدم نفس سلاحي. اوكي شباب، اذا لهنا نهاية الفيديو، اتمنى عجبكم هذا الجيم بلاي الصغير مع سلاح صابر فئة المهندس. اوكي شباب، شفتوا الجيم بلاي، شفتوا سلاح الام اي اس ان، هذا هو. صراحة مو قوي، بس شكل السلاح مو كلش قوي، يعني النظرة ضعيف، ما انصح يستخدمه. مو قوي ومن بعيد هم، يعني وين بالله الدقة والنطاق، النطاق مالته كلش كلش قليل، الضرر مو قوي. يعني يمكن هذا السلاح الاول كان احسن، الدقة والنطاق مالته اقوى. هذا السلاح الدقة مالته قوية، النطاق ضعيف، الضرر شوي اقل، بس سلاح قوي. هذا انا شفته، هذا السلاح قوي، الدقة والنطاق مالته اقوى سلاحين هو هذا عندي، هذا وهذا السلاح. انا عندي غبار الماس، فقلت حجربهم واحد واحد. جربنا السلاح الثاني لفئة المهندس، الاول ما محسوب لان استخدمناه هواي، الثاني وبعدين الثالث على الفيديو الاخ. اوكي شباب، اوكي شباب، اذا لهنا النهاية، اشكر الضيوف اللي كانوا وياي، حمودي وعلاوي ومجدي. كان معكم علي العراقي، تحياتي.